تنساب ترانيم قداس عيد الميلاد المجيد بين جنبات السجون، حيث يحتفي النزلاء من الإخوة المسيحيين بعيد الميلاد. وقد هيأ قطاع السجون الأجواء الملائمة للاحتفال بهذه المناسبة الدينية كأحد أوجه الرعاية التي تحرص وزارة الداخلية على تقديمها لنزلاء السجون في إطار ما تنتهجه من سياسة عقابية حديثة تجاه النزلاء بهدف إصلاحهم وتأهيلهم، حيث أقيمت الشعائر وسط فرحة كبيرة من الحضور. بقى في تعاون كبير قوي بين المصلحه وبين الكنيسه عشان نضمن ان الشخص اللي بيأدي عقوبه لما يطلع من هنا مش هيرجع تاني لاي طريق ممكن يرجعه هنا تاني. احنا بنشكر رئيس الجمهوريه على الاهتمام بالمساجين ورعايتهم، لان دي طبعا حاجه كويسه جدا ان احنا يخرجوا بعد كده مواطنين صالحين للبلد. وجه اخر من الرعايه تقدم للنزلاء الى جانب الرعايه الدينيه وهي الصحيه، حيث المنظومه الصحيه المتكامله الموجوده داخل السجون والتي تشمل مستشفيات مجهزة وقوافل طبية يتم إفادها للسجون، من خلالها يستطيع النزلاء الحصول على أفضل رعاية صحية ممكنة، إضافة إلى توفير الأدوية اللازمة للأمراض المزمنة ومتابعة حالاتهم الصحية، مع إمكانية إجراء عمليات عند اللزوم داخل مستشفيات السجون وعند الحاجة بمستشفيات بالخارج. كشف على كشف كويس، قالوا عندك الكلى عاوزه تتغسل، فالحمد لله غسلوا لي الكلى والحمد لله سامت بالواجب والصحه اتحسنت والحمد لله. وتمتد الرعايه الى التاهيل المهني للنزلاء والنزيلات، ينخرط في مهن مختلفه، يتعلمون حرفه تكون سندا وعونا لهم على احتياجاتهم اليوميه عقب الافراج عنهم في مصانع الاساس بشقيه المعدني والخشبي وورش الخياطه وإتقان الحرف اليدوية المختلفة. وتقام المعارض التي تؤكد على مدى جودة ما ينتجه النزلاء ونجاحهم في استيعاب وإتقان تلك الحرف. عندنا مصانع هدوم، في يعني بيصنعوا كده الهدوم وكده والبدل، يعني بيطلعوا اللي كمان ما كانتش متعلمة حاجة ممكن بتطلع بره بتلاقي شغلانة تشتغلها وتلاقي يعني حاجة ترعاها. وقد حرصت وزارة الداخلية من خلال قطاع السجون على إتاحة مكتبات السجون بما تزخر به من كتب في مختلف مجالات العلوم والآداب والفنون للنزلاء للاطلاع بهدف الارتقاء بثقافتهم، كما يمكن للنزلاء استكمال تعليمهم في مختلف المراحل الدراسية وأداء الامتحانات مع تهيئة الأجواء المناسبة للاستذكار. وتتضمن أوجه الرعاية للنزلاء التوسع في منظومة الإفراج بالعفو والشرطي لإتاحة الفرصة للمفرج عنهم لبدء حياة جديدة كريمة لهم في ظل الاهتمام بقيم حقوق الإنسان. ومن خلال ما تقدمه وزارة الداخلية من رعاية صحية واجتماعية ودينية وثقافية للنزلاء، تؤكد بذلك نجاحها في تطبيق منظومة العقاب الحديثة بكافة جوانبها،